مساء الفل والهنا والسعاده عليكم. رجعت لكم تاني برنامج عايشه بسعاده، وحشتوني طبعا. ادي لي فتره غايبه، المره دي راجعه لكم بقى بحلقه مختلفه عن حلقاتي خالص. النهارده معايا شيف هيقدم لنا حاجات جميله جدا، عندها قناه مكسره اليوتيوب. النهارده معايا الشيف رانيا فرج. ازيك يا رانيا؟ مساء الفل عايشه بسعاده. تسلمي لي يا رب. عرفينا بقى بنفسك، عرفي كمان المشاهدين بنفسك. رانيا فرج، عامله قناه صغننه زي ما انت قلتي كده، هي لسه صغيره من 6 شهور كده وبادئه على اليوتيوب، وان شاء الله يعني بتمنى ربنا يكرمني ان شاء الله، واهم حاجه نقدم حلقه كويسه وتنول رضا المشاهدين. هاي هتعملينا ايه النهارده يا رانيا؟ النهارده نعمل باذن الله فتة شاورما سوري. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كتير مننا بيشتري فتة الشاورما ديت من بره، في ناس ما بتعرفش تعملها. طبعا يا رانيا الله ينور عليها شغاله شغل جامد جدا ابهركم نقول بسم الله الرحمن الرحيم واقول مقاديري الاول. انا عشان اعمل فتت الشاورما انا معايا رز بسمتي، ومعايا مهم جدا يكون فيه عيش محمص، اللي هو العيش اللبناني ده انا بجيبه وانا محمصاه جاهز كده، اهوت قطعته وبعد كده اهوت رشيت عليه رشه زيت، دخلته تحت الميكرويف يا دوبك ما خدش مني 3 4 دقائق وخلاص بقى كده تمام. معايا رز بسمتي، معايا اهوت انا جايبه ليه الشاورما، جايبه لها النهارده اوراك، مش جايبه صدور بس هي تمشي عادي يعني ماشي الحال. معايا بقى توابل كتير قوي دي اللي هتهفها في الريحه وتبهدل لنا الدنيا بقى. بعد ما تخلصي كده شغلك هتقولي لنا ايه التوابل اللي انت معايا توابل كتير جدا هنستعملها، بس انا هبدا دلوقتي الرز البسمتي عشان ايه ننجز، عشان نعمل بقى الرز البسمتي بتاعنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب بقى ايه معلقه سمنه حلوه كده وعليها شويه زيت حلوين، وضروري جدا سمنه على زيت مع الرز عشان يفلفل. ومعايا ست بيت طبعا السمنه ديت ايه عامله مشكله، الزبده ديت مشكله كبيره جدا. مرق الدجاج برضو بتتحط ضروري جدا، انا بحب احط التوابل بتاعتي تتحمر يا جماعه الاول، يعني انا اهم حاجه عندي التوابل اشم ريحتها كده بتتحمر مع الحاجه. هاخد معلقه كاري كبيره. في حاجه اسالك عليها يا رانيا، انت مش بتتبلي الشاورما؟ ما انا مستعجله، احنا هوا فانا في الاساس دلوقتي في الاساس لا، دي لو فرصتيها وكل ما بتبات في الثلاجه بتبقى احسن بالتوابل بس انا انا جبتها دلوقتي ده كركم معلقه كبيره برضو تمام كده. يبقى احنا حطينا زيت، حطينا سمنه، حطينا كركم، ونهفها في الريحه بقى اهو، ومرقه الدجاج، ونقلب كده اهوت لغايه ما ندوب المرقه معانا، ولغايه ما اشم الريحه بتاعه التوابل طالعه قدامي. انا عايزه اشم الريحه، مجرد ما بشم الريحه خلاص تمام كده. انا هنزل معايا بالرز البسمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بتكوني غسلاه او نقعاه حسب؟ انا غسله الرز البسمتي، انا ضد ان انا انقع الرز بصراحه، يعني بيقول لك دايما اصبر على الرز. انا بحبه ياخد راحته كده هو، ياخد ويدي مع نفسه كده. انا جربت ان انا انقعه قبل كده بصراحه فشل جدا، يعني طلع معجن بقى وحاجات كده. ونقلب بقى كده اهوت. لا بس في برضو نوعيه يا رانيا بتتنقع، لازم ان هي تتنقع. في بس يعني انا بتاخد، لو انت ما نقعتهاش بتشرب ميه. انا بجيب نوع واحد بصراحه، هي برضو ستات البيوت فاهمه كده. انا بجيب نوع واحد، فالنوع اللي انا بجيبه ده هي دي الطريقه اللي انا بعتمدها على طول وناجحه جدا فيها، لو مش ناجحه عمري ما كنت هعملها اكيد يعني، بس انا هي الطريقه دي حلوه جدا معايا يعني، وجربوها برضو يعني. انا جربته قبل كده في الكبسه نقعت، ندمت ندم عمري ان انا نقعت. لا ما انت نقعتي، انت الرز اللي انت جبتيه ما بيتنقعش، وديت بتاكيد. ما انا بقول لك بقى انا كده عشان كده سيدات كتير قوي بتغلط فيها ان هي بس بتنقع الرز. نصيحه لا ان نقع الرز ده بصراحه، انا بنقع الرز للرز بلبن، للرز المعمر، لو عايزه تنقعيه انقعيه بس بالكتير قوي ربعايه، ربع ساعه وخلاص على كده، انما في ناس بتقول لك نص ساعه والكلام ده هيتهري والله بجد. بس انا كده شوحت الرز معايا، ننزل بقى بايه؟ بالملح. بسم الله، شويه ملح حلوين بقى كده. احنا بهرناه خلاص معانا دلوقتي بالكاري، وبهرناه بالكركم اساسي طبعا، الفلفل الاسمر، ونديله تقليبه بقى خلاص. هو اتشوح معايا كده، انا بدات ليه الاول عشان اديله وقته على النار، وعلى بال ما يكون هو استوى وتمام معايا نشوف بقى نعمل الشاورما ونتبل الشاورما. لسه بقى كده هتتبلي الشاورما؟ لسه هنتبل الشاورما. نقول بسم الله، وننزل بالميه السخنه، تكوني مسخنه ميه، مفيش رز بينزل عليه ميه ساقعه، ميه سخنه هتسرع. كتير السيدات بيعملوا كده فالرز بيعجن معاهم خالص. ايوه فدي بتبقى صعبه جدا. مسخن الميه هينجز معاكي، ولازم الميه تكون سخنه. والزيت يا جماعه بيجد. الزيت مع السمنه بيفلفل الرز جدا جدا يعني، جربوه وادعوا لي اهو كده.
بس هو مجرد ما يغلي الغلوه بقى احنا نغطيه ومجرد ما يغلي الغلوه بقى هيغلي غلوتين كده. يا رانيا لا انت هتشمي الريحه دلوقتي بقى بتهفف. انا بس عايزه حد يبقى يتابع معايا نغطيه يبقى نهدي النار جداً. بس نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا بقى في عمايل الشاورما. انا جايبه معايا كيلو شاورما ومتقطعه كده اهوت بالحتت دي كده. انا جايبه ليه الفخاد او اللي هي الوراك بتبقى طريه معايا ما بتنزلش ميه كتير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل كده نعصر الليمونه. بس المعتاد ان احنا بنعمل الشاورما دايما بالصدور. لا مش معتاد مش معتاد لا 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 مش معتاد خالص. اللي في خاد بتبقى طريه. انا برضو بعمل برضو بالصدور. ما انا قلت في الاول الحلقه صدور ماشي وراك ماشي مفيش اي مشكله اشتغلي بالاثنين. انا عايزه حد بس يوطي لي ده جنبك. الزرار جنبك. انا هشتغل بقى في الشاورما بتاعتي. انا هجيب ملح على طول كده بعد ما حطيت اهو الملح ونزلت كمان بالخل برضو معايا. هنزل بقى ايه دي توابل شاورما بتتجاب من عند العطار جاهزه. نحط بقى نزود كده اهوت عشان تدي الطعم بتاعنا. دي توابل انا عاملاها فيها حوالي تقريبا 12 نوع توابل يا جماعه. حلوه جدا على القناه عندي رانيا فرج على اليوتيوب. ادخلي هتشوفيها التوابل دي بتغنيك عن حاجات كتير جدا. فيها ورق لورا وفيها قرفه وفيها حبهان قرنفل كل الحاجات دي بودر. طب والتتبيلات بقى بتاع الشاورما اللي بتتباع جاهزه؟ انا حطيتها انا حطيت. بصي الشاورما بتحب تتبيلاتها كتير يعني مقادير الشاورما دايما بتبقى معانا كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي كده نبتدي ننقل. طيب على عين هاديه انا تبلت خلاص الشاورما معايا اهو تمام. نقول كمان هنزل كمان ان هو اهو بمعلقتين بس او معلقه كبيره من الزبادي بالشكل ده ونقلب. وكل يا جماعه انا عشان على الهوا ما عنديش وقت فكل ما بصوا اي حاجه توري التتبيله الكاميرا كده عشان السيدات يشوفوها. احنا هنروح بيها دلوقتي على البوتاجاز خلاص. ننزل بشويه زيت طاسه طبعا تكون سخنه جدا جدا يعني. تتبيله الشاورما كل ما بتقعد في الثلاجه تبقى احسن. ممكن تفرزيها تبقى اجمل واجمل وتبقى جاهزه ان انت تطلعيها. اي حاجه من الفراخ ممكن تفرزيها عادي جدا. بس احنا يا جماعه عشان وقتنا بس انا كسبت بيت دايما معتاده ان هي بتنزل باكلات صعبه جدا وبتتخن كمان فدي مشكله يا رانيا. يعني تقدري تقاومي ازاي الاكل اللي انت بتعمليه؟ باكل بتاكلي وبتتخني باكل بس بسيطر بعد كده اهوت بقى بعمل دايت وبشد على نفسي تاني. باكل بكميات بسيطه والله يعني مش باكل بكميات كتير بس يعني لازم ندوق يعني ولا ايه؟ طبعا لازم ندوق. داخل علينا رمضان بقى وهنعمل الحلو كله. احنا كده كده يعني اي ست بيت جربي يا جماعه وما تخافيش من حاجه. ادخلي المطبخ وجربي. خشي بس المطبخ تكوني داخله بحب داخله وانت مبسوطه. هتعملي احلى حاجه هتبدعي والله العظيم بجد. ومفيش حاجه اكلات صعبه ومش عارفه هي إيه. بتقول لكم يعني رانيا كده بتقول لكم اتخنوا لا ما تتخنوش هي كده ما تتخنوش كده اهي بالشكل ده كده معايا ما تتخنوش كله كل حاجه. انت عارفه الاكل ده بالذات محدش بيقدر يقاومه يعني كتير بيحاول يعمل دايت مش بيقدر بسبب الاكلات الجميله اللي بيعملوها في البيت السيدات يعني نحاول والله المستعان ندعي ندعي نخس ندعي ربنا بسم الله. هي مش هتنزل معايا ان شاء الله ميه كتير. والوراك انا جايبه الوراك النهارده بالزيت وممكن عادي جدا يا جماعه الصدور ما فيش اي مشكله بس انا جايبه الوراك بالزيت عشان الوراك مش بتنزل ميه كتير معروفه يعني وبتبقى طريه. بس انا مش هقلبها كتير عشان ما تدينيش ميه لان انت كل ما قلبتي الشاورما او الفراخ وهي على النار هتكب ميه معاك. انا مش عايزاها تكب ميه معاك. في ناس بتغطيها كمان. لا 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 هتتغطى ليه؟ يعني في ناس بتعمل كده انت لا 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 تلاقيش بالنسبه للشاورما بره طبعا بيبقى ليها لون. انت بتحطي لها لون برضو ولا لا؟ كاري ولا كاري؟ لا 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 ما هي بتحط لها توابل الشاورما وبيتحط لها التوابل اللي احنا حطيناها فمش محتاجه اكتر من كده.
مش محتاجه ان هي هو الكاري بيتحط هي فتت الشاورما بتعمل بالطريقه دي، الكاري بيتحط في الرز والكركم بيتحط في الرز. اه انا هبتدي دلوقتي افلفل الرز كده اهوت، اديله تقليبه عشان يتفلفل معايا، ويعني شيل الغطا من وقت للتاني عشان البخار يطلع، طلعي البخار ما تكتمهوش. الرز لما بيطيب يا رانيا كل الناس بعد ما بتطفى عليه بتسيبه متغطي. اه عادي مفيش مشكله. لا بس في حاجه هقولها برضو لسيدات بيسمعوني، ان الرز بعد ما بيطيب لو هو لسه سنه بسيطه باقيه بتطفي عليه وتغطيه، تسيبيه متغطي. بصي لكن لو هو خلاص بيفضل ان انت تسيبي الحله مفتوحه شويه. فاكره انت زمان اهالينا كانوا يقعدوا يقلبوا في الرز وهو على النار، يقعدوا يقلبوا في الرز ويهدوا عليه النار. انا بقى ام الله يرحمها كانت اعتراضها معايا على الرز، لان انا بحب اكل الرز اللي هو كده شويه كريسبي، فكانت تنده من اخر الدنيا وانا في المطبخ اقول لها هتسوي الرز. فانا ما كنتش بسوي الرز قوي بصراحه الله يرحمها، يعني كانت دي شكوتها مني. انا بحب الرز يبقى كريسبي كده شويه، ف يعني ان شاء الله باذن الله كله هيبقى تمام. ايه البهارات اللي ممكن سيدات المنزل تستعملها بس تكون يعني في متناول الجميع، يعني ما تكونش من حاجات من الغاليه قوي، والله يا جماعه حاجات بسيطه واي حد ممكن يستعملها. انا عامله حلقه عندي على اليوتيوب مخصوصه، كنت عند العطار والناس كتير جدا يا مدام شيري زي ما حضرتك بتقولي كده اشتكوا ان التوابل غاليه جدا وايه قناه ومش اليوتيوب رانيا مكتوب على الشاشه قناه اليوتيوب بتاعتها، فناس كتير جدا اعترضت على ان التوابل فعلا بتبقى غاليه ومش متناول الجميع. ايوه ما انا لسه بقول لك، والله انا رحت في مره وعامله حلقه ونازله عندي على القناه، انا وقفت واتكلمت مع محل العطاره وجبت منه كل نوع عطاره بخمسة جنيه، بخمسة جنيه شكلت انا خارجه بكيس شنطه كده اهوت فيها حوالي 20 نوع عطاره. البابريكا على فكره مش غاليه، الثوم الباودر مش غالي، البصل الباودر مش غالي على فكره. التتبيله دي اللي انا عاملاها في حلقه برضو عندي على القناه، فيها توم باودر وبصل باودر وورقه لورا زي ما انتم شايفين انا طحناها، انا بحب جدا اطحن القرنفل والحبهان يا جماعه، سحر حاجه تحفه. لا بصراحه هي التوابل كده كده بنحطه في التتبيلات بتاعتنا اللي هي القرنفل، القرنفل لما بيبقى مطحون بيبقى باودر كده، ده مع الشاي بقى حاجه تانية كمان غير الاكل برضو. بقى هقول لك على حاجه، في برضو بالنسبه لو هم عايزين يستعملوا كمان توابل، السبع توابل بتكون برضو سعرها كويس وفي متناول الجميع، وممكن تعمليه بقى في البيت زي ما انا عامله كده ب 12 نوع توابل مش سبعه بس. انا عديت شويه السبعه يعني. انا وليهم انا ده ورقه لورا مطحونه، توم باودر، جنزبيل، قرفه، بصل باودر، وحط عليه كيس ملح، يعني هو اسمه ملح مبهر. ملح مبهر بيغنيكي بقى ان انت تقعدي تجيبي من هنا لهنا لهنا لهنا، بس انا عشان الشاورما النهارده بتحبي التوابل الاوفر شويه وبتحبي توابلها كتير، فانا جبت بقى النهارده ايه قلت نحبشها شويه بقى والريحه تهفهف كده. كلكم بقى تدخلوا كده على يلا يا فرج لايك وشير بقى واشتركوا حاجات كتير للقناه، اشتركوا بقى. ريحه جميله على فكره. لا هتشوفي دلوقتي كلكم كده عايزين تيجوا تاكلوا هبهرك. تعالوا يلا. ايوه بس تتشرب بس، بسم الله. نديله برده تقليبه ونشيل الغطا من عليه علشان يفلفل معانا. دي من ضمن الحاجات اللي انا بقولها، ان الرز بعد ما بيطيب خلاص استوى بلاش تغطي عليه، سيبيه الحله مفتوحه شويه كده، غطاها مفتوح شويه. لكن لو انت سايباه بيكون زي ما بتقول رانيا كده شويه مش عايز سنه بسيطه، يفضل ان انت تسيبيه الحله مغلقه عليه. اكيد. لا وفي كمان يعني عايزين ندي شويه نصايح كده على المشي على بال ما الاكل يستوي معانا. قولي في دينا يا رانيا. لا لا بجد يعني انا عايزه ستات البيوت كلها تاكل والله العظيم، وكلها تعمل اكل لاولادها، يعني في كتير جدا طلبوا مني على الخاص قالوا احنا عايزين اكل تكلفته. بصي كمرتك واديهم النصيحه. احنا عايزين اكل تكلفته بسيطه وعايزين اكل تكلفته تكون كمرة. مثلا 20 جنيه 30 جنيه. فانا قلت لهم اوكي ماشي تمام مفيش مشكله عادي هعمل لكم، وفعلا والله عملت يعني. انا في حلقه عملت بربع كيلو لحمه مفرومه، عملت بايركس كبير جدا من البسله والخضار المشكل، دي حاجه كانت تحفه. وكمان الطواجن يا جماعه استعملوا طواجن، الفخار حلو جدا بيدي الاكل طعم وريحه حلو جدا، وشكله كمان على السفره حلو مش غالي على فكره. فعلا. يعني الطواجن بتلاقي الطاجن ب 15 جنيه وب 20 جنيه مش حاجه يعني.
ولا لا لا، وهاتي بقى انزلي هاتي الاكل اللي انت عايزاه وادخلي واعملي وجربي، جربي واعملي لاولادي كل حاجه، مفيش اي مشكله. دلوقتي الاولاد بيلجأوا للتكاوي دايما كتير، المطاعم بصراحه بتغريهم جامد قوي وهم بيتعودوا على كده، وسيده البيت مش بتحب تطور من نفسها ان هي ممكن بدل ما هي تشتري سندوتشات البرجر اللي بتتباع بره انت ممكن تعمليها في البيت وبتعمليها بنفس الطريقه، وممكن تعملي المايونيز في البيت اكتر على فكره واكتر. انا عامله المايونيز دلوقتي في البيت جايباه وانا جايه برده، ما خدش في ايدي ثانيه. يعني الطريقه وانت بتشتغلي يا رانيا الطريقه بتجيب بيضتين وبنحطهم في الخلاط، وبعد كده اهوت بنشغل عليه الخلاط على الدرجه الاولانيه، وبعد كده شويه ملح شويه فلفل اسمر صغننين قوي جدا يعني، وبعد كده بنزل عليه بمعلقتين خل، وبعد كده اهوت بنزل عليه بالزيت بقى ايه نقنق نقنقه يعني تبقي فاتحه الخلاط من فوق كده وتنقنقيه كده، يعني الزيت ينزل بالراحه قوي عليه بس كده. طب وتقدر تشيله لفترات طويله في الثلاجه ولا لا؟ هو بيقعد في الثلاجه، وهو على فكره طالما حاجه سهله وبتتعمل في البيت ليه لا ان انا اعملها، كل ما البطرمان يخلص اعمل، كل ما البطرمان يخلص اعمل، مفيش اي مشكله، حاجه سهله والله. انا عامله لو في حد يا شباب عايزاكم تنزلوا بالرقم، لو حد عايز يسال رانيا عن اي حاجه ممكن هنزل لكم بالرقم دلوقتي، اي حد عايز يسالها عن اي اكله، اي حاجه عايز توابل معينه يكون عايز يعرفها او نوع اكله معينه. تمام. صحابي لا، بيت اليوتيوب موجود. اليوتيوب رانيا فرج، قناه اليوتيوب رانيا فرج بالعربي. هي تاخد وقتها اهي، انا عايزه انقل على النار دي عشان دي اعلى تقريبا، اعتقد ان دي اعلى. بسم الله، هي دي شغاله صح؟ لا ثواني اشوفها لك كده، اشتغلت خلاص. تمام، بس كده. الشاورما كتير جدا برضو، يعني هي تتعمل ممكن طبق رئيسي على فكره، ويتعمل جنبيها مقبلات حلوه قوي، بتبقى أكلة حلوة وشكلها حلو برضو على السفرة. وبره على فكرة الشاورما السوري بتتباع غالية جدا جدا. لا احنا نعمل كل حاجة في البيت، امال احنا جايين ليه يعني؟ لازم بقولك الأولاد بيحبوا دايما التكاوي، بيكون بالنسبة لهم حاجة سهلة، وللأم كمان اللي بتشتغل بيبقى بالنسبة لها حاجة سهلة جدا جدا، إن هي يعني بتريح دماغها. بس والله انا من الناس، انا الحمد لله يعني انا دخلت المطبخ وانا عندي 12 سنه، امي الله يرحمها دخلتني المطبخ وانا عندي 12 سنه، فانا حابه المطبخ يعني. انا حابه، ما فيش مشكله عندي ان انا ممكن افضل اعمل اكل طول النهار في البيت. بقى هنسالك اولادك وزوجك بيعجبوا بالاكل ولا لا؟ ولا بتسبب لهم اي مشكله؟ لا 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 خالص، بالعكس، ده هم اللي شجعوني عشان افتح القناه. وهم مبسوطين جدا بالموضوع ده، ويعني انا امي الله يرحمها كمان كانت بتحب ما بتاكلش من ايد حد الا من ايدي انا، وهي اللي جرأتنا الله يرحمها على المطبخ، وخلتني ادتني الثقه. كانت ساعات بتبقى قاعده ومش عارفه مثلا انا بعمل اكل ايه، وانا بفاجئها بقى وبعمل لها اكل. هي الاكلات الوحيده اللي مش بتتعمل كتير في بيوتنا المحاشي طبعا، لانها بتاخد وقت جامد قوي، وسيدات البيوت مش بيقدروا المحاشي اللي بيشتغلوا، مع ان انا اعرف ناس كتير قوي بتشتغل. ده احنا مجرمين محشي. محشي ده القلب، العيش. لا ده هو عند كل الناس طبعا. لا، والكرنب وورق العنب، انا لسه عامله طاجن في القناه عندي، طاجن ورق عنب حلو قوي كده بالكوارع، بس حاجه بقى ايه، ضرب نار. حلو جدا يعني، جدا كده قربت. انا مش عارفه، الميه مش عارفه فيه. جميله جدا بجد، التوابل جميله جدا. سر الطبخه ديت هي قربت تستوي، بس هي كبت ميه. اكتر حاجه بتشد للاكل التوابل اللي بتحطيها في اكلك، هي دي اللي بتخلي الاكل ليه طعم. يعني ممكن تعملي نفس المقادير اللي هي بتعملها، بس التوابل بتاعتك ما تساعدش على كده، فهي بجد لازم تركزوا على التوابل. وزي ما قالت رانيا ان هي متواجده في عند العطار بكميات كبيره وباسعار معقوله، فيعني انزلي في حاجات مش غاليه قوي يعني، ممكن اي حد يستعملها. على فكره انا عايزه اقول معلومه كمان، مش فرحتي ان انا جايبه توابل كتير واشيلها هتبوظ منك وريحتها هتروح، الزيوت بتاعتها هتروح منك، والريحه انت بعد كده مش هتعرفي تشمي ريحه الكمون اللي بنشمه وريحته بتبقى مهففه. لا بس في حاجه، الريحه بتروح. احنا برضو بنقول ان لو انت عايزه تحتفظي بالتوابل بشيلها في الفريزر عادي، ليه؟ او في الثلاجه. وليه؟ يعني في سيدات مش بتشتغل وما تقدرش ان هي تخرج باستمرار، ان هي تنزل اجيب حاجتي كل 10 ايام يعني. صعب، انا بجيب. صعب سيدات ما تقدرش. في 10 ايام صعب. في ناس بتشتغل ما تقدرش ان هي تنزل كل 10 ايام تجيب حاجتها، في ناس بتنزل بالشهر تجيب حاجتها.
يعني مش يعني لما تكوني جايبه زياده مش حطيها في درج الثلاجه، حطيها في درج الثلاجه. بس انا فكره ان انا بتضايق من شكل الاكياس، يعني انا بحب اجيب على قد مثلا طقم التوابل بتاعي بس مش اكتر من كده. افضل كيس بقى الكيس هيبوظ. عشان انت بتستخدمي وبتعملي اكلات كتير جدا، لكن سيده المنزل اللي بتشتغل صعب جدا، صعب جدا ان هي على فكره اللي بيشتغلوا كدا. اقسم بالله ستات بيوت 10 على 10 وبيجيبوا كل حاجه وبيعملوا كل حاجه في بيوتهم، وبيبقوا ستات شاطرين جدا وعندهم كل حاجه، لان هم بينزلوا كتير فبيجيبوا وهم راجعين. طالما هم بينزلوا، طب ما هي ست هي بتشتغل يبقى تجيبوا وهي راجعه، مفيش مشكله. انما فكره التوابل ريحتها هتروح. الكيس انت هتفتحيه هتحطيه في درج الثلاجه او هتحطيه في الفريزر، هتيجي بعد كده عشان تفتحي ريحته راحت منك، واسالي اي عطار على كده الريحه خلاص راحت. طب ماشي، ما انت في حاجه برده ممكن حد يكون عايز يسالها برده. طيب ما العطار بتفضل عنده التوابل ديت فترات طويله، مش بيشتري كل 10 ايام او كل شهر؟ بيبيع ما بيبيع، وفي عطارين مش بيبيع برده. لا لا لا، العطارين ده ما شاء الله، ده انا بقف عليه بالطابور. ده بيبقى عنده زحمه جدا جدا. انا طيب هي خلاص قربت تعتبر تستوي كده، بس هي الميه فيها زياده قوي لان انا قطعتها وحطيتها في العلبه وجيت بيها على طول، فالمفروض كانت تتصفى الميه عن كده. بس هنحاول نتصرف ان شاء الله. احنا بقى نبتدي نسرفس الطبق بتاعنا ازاي. هو الرز تقريبا خلاص برده. لا الرز تمام، نفلفله بقى كده. تمام، انتوا اخدتوا بالكم ان هي كانت كل شويه بتشوف الرز، مش بتسيبه فترة طويلة ان هي ما تبصش عليه. هي كل شوية كانت بتبص على الرز وبتقلبه، علشان الرز البسمتي ليه طريقة في الطيبان بتاعه. انا بحب اطلع ال لا هو برضو في حاجة اقولها لك، الرز الابيض بتاعنا العادي ما ينفعش انه يتقلب بالطريقة ديت، صح؟ الرز الابيض؟ انت عامة اي رز بتحطيه على النار مجرد ما ادى غلوة واحدة بس، ادى غلوة واحدة بس هدى عليه النار شمعة، هدى عليه النار. ما اقول لك، قلت لك في الاول يقول لك اصبر على الرز. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بيعدي. نبتدي بقى ايه، نفلفل الرز دايما وانت بتيجي تشتغلي فلفلي الرز بتاعك كده. نبتدي بقى ننزل هنا اهوت. اي سرفيز عندك بقى، ادخلي مطبخك وتجرئي واعملي وفرحي ولادك واعملي لهم الاكل اللي بيحبوه بجد فعلا. ما تشتريش حاجه من بره في الفتره ديت، لازم ناخد بالنا من اولادنا كتير ان شاء الله. الاكل بره صعب جدا، حتى مهما يكون المطعم نظيف برضو اكلك هيكون انضف بكتير فكره من المطعم. برضو ايوه فكره. انا بعملها برضو في اول لما بجيب حاجتي، بجمع عامله كيس كده اهوت، اسمه كيس انا عامله لي الطوارئ بصراحه، او علبه كده بجيبها بصراحه بحطها. جبت لحمه بشيل من اللحمه حتتين ثلاثه واحطها في الكيس ده، جبت مش عارفه ايه اشيل، بيجي على اخر الشهر بلاقي عندي الكيس ده بقى فيه لحمه وفيه فراخ وفيه كبد وقوانص وفيه كبده، في حاجات كتير جدا. بصوا هو الوقت بقى ايه، بنجري. ان شاء الله رانيا هيكون ليها حلقات تاني معانا. ده العيش اللي انا قلت لكم عليه، هو بيبقى محمص بيبقى حلو جدا على فكره. احنا مش بنبله بقى زي الفته بتاعتنا، لا هو يفضل محمص كده، وكل ما هو محمص لان هو العيش اللبناني طعمه حلو اصلا، ده اللي بنحطه برده على الفتوش. الطريقه بتاعته حلوه جدا بس كده. عايزيننا احنا خلاص، هو الوقت عدى، احنا خلاص. طب ايه ايه، خلصي كده بسرعه، هنوري الاكل يا شباب وهنخرج على طول اهو. طيب تمام كده، وقتنا عدى بسرعه، وان شاء الله رانيا هتكون معانا في حلقه ثانيه. لا انا كده اهو خلاص، ننزل بكل ده، فلفل الوان وبصل، سهله يعني جدا اهو، ونقلبها تقليبه حلوه كده. الوقت كده عدى خلاص كده. طيب انا هسرفس وخلاص، هتسرفس كده اخر حاجه. نشوف شكل الطبق بس. بسم الله، خلي برضو النار ولا عليها تكمل سواها. ماشي، انت وريهم شكل الطبق كده تمام كده. احنا كنا نتمنى نقعد معاكم اكتر من كده، ده جري قوي ليه كده، اكتر من كده. حد يمسك الواد، انا كنت هعمل ام علي. ان شاء الله هيكون لنا ام علي تزعل، هيكون لنا حلقه ثانيه. ما تنسوش الاشتراك في القناه مطبخ رانيا فرج يا جماعه اهو. وريها بقى الكاميرا كده. اوكي كاميرا، كان معايا مايونيز اهو برضو. يا رب اكون اسعدتكم، و يا رب نكون خفاف عليكم. الوقت جاري بسرعه،
ان شاء الله هيكون لنا حلقات مع رانيا، ويا رب تكون اسعدتكم بفتة الشاورما الجميله دي. يا رب يكون خفاف عليكم. وانتظروني في حلقات جديده من برنامج عايشه بسعاده الفتره الجايه. باي.